السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنحكي لاولادنا عن صلح الحديبيه وفتح مكه. صلح الحديبيه في العام السادس من الهجره، خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه من المدينه متجهين الى مكه لاداء العمره. ولما علمت قريش أن المسلمين قادمون للعمرة جن جنونهم وأقسموا أن يمنعوا المسلمين من دخول الكعبة. وتشاور النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لقد أتينا لأداء العمرة، فلنمضي على بركة الله، فإن قاتلونا قتلناهم، لكن ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم بركت عند مكان يسمى الحديبية. الناقة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان راكبها بركت قعدت عند مكان يسمى الحديبية. مكث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديبية عدة أيام، فأرسلت قريش عددا من الرسل يتفاوضون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمر الرجوع وعدم دخول مكة. وأرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان إلى قريش ليشرح لهم سبب قدوم النبي والصحابة، ويطلب منهم أن يسمحوا للمسلمين بدخول مكة دون قتال. ولكن قريشا ظلت تماطل عثمان 3 أيام. تمام. في هذه الأثناء أشيع بين المسلمين أن عثمان بن عفان قتل، فبايع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة على قتال المشركين. حينئذ خافت قريش وأرسلت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجلا يسمى سهيل ابن عمرو ليعقد مع النبي صلحا. فاتفقوا على شروط الصلح، ومنها أن يرجع المسلمون هذا العام ويعودوا في العام القادم لأداء العمرة، وأن تتوقف الحرب بينهم لمدة 10 سنوات، وأن من أراد أن يتحالف مع المسلمين فله ذلك، ومن أراد التحالف مع قريش فله ذلك. حزن المسلمون حين علموا بهذه الشروط وظنوا أنها شروط ظالمة لهم، لكن الله تعالى أنزل سورة الفتح التي تبين أن هذا الصلح فتح وخير ونصر للمسلمين. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ففرح المسلمون وعادوا إلى المدينة سالمين. فتح مكة. نقضت قريش صلح الحديبية، وعندما اعتدت على قبيلة خزاعة وهم من حلفاء المسلمين، فاستنجدت قبيلة خزاعة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أدركت قريش أنها أخطأت خطأ عظيما، أرسلت أبا سفيان ابن حرب ليجدد الصلح مع الرسول في المدينة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض، فرجع أبو سفيان إلى مكة خائبا، وظل المشركون ينتظرون قدوم المسلمين إليهم في رعب وخوف. تمام. جهز النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيشا من 10,000 مقاتل. وفي العاشر من رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، خرج الجيش من المدينة متجها إلى مكة. وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى مكة في 20 من رمضان، وأمرهم النبي أن يدخلوا مكة دون قتال تعظيما لها وتشريفا. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فأسرع الناس إلى بيوتهم يختبئون، وامتلأت شوارع مكة بالمسلمين الذين دخلوها دون قتال سوى اشتباك سريع بين خالد ابن الوليد وبعض الكفار في جنوب مكة. تمام. وحطم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأصنام التي كانت تحيط بالكعبة، وصعد بلال ابن رباح فوق الكعبة وانطلق صوته بالأذان، فاطمأن الناس على أنفسهم
وبدأوا يخرجون من بيوتهم ويقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: يا معشر قريش، ما ترون إني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما يعلم الناس أركان الإسلام ويرسل القادة والفرسان لهدم أصنام القبائل المجاورة. ده صلح الحديبية وفتح مكة. تمام، نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.